حول الكثير من أبناء المناطق الجنوبية والداخلية البعيدة عن البحر البرك المائية والصدود الصغيرة إلى مسابح في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص إمكانياتهم التي حالت دون توجههم إلى الشواطئ. لكن سرعان ما يتحول هذا الإقبال الكبير على هذه الأماكن الخطرة إلى سبب رئيسي في وقوع حوادث تنتهي غالبيتها بالموت والغرق. نعموا في البسان وفي القدد كما ما عارفين البحر بعيد علينا. نجيو نبرد رواحنا في هذا الماء هذا تاع البسان. هذه المياه ركضة بحيث تكون نسبة الوفاة فيها بطريقة سريعة جدا اختلافا عن مياه البحار، لأن هنالك معادلة مركزة تؤدي إلى وفاة الطفل أو وفاة أي شخص. وككل سنة ورغم تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية ضد مخاطر السباحة في الأودية والصدود ودق المصالح المختصة ناقوس الخطر، إلا أن عدد الوفيات بهذه المجمعات المائية يبقى أعلى بكثير من عدد الغرق في البحار، ما ينذر بخطر كبير لهذه الظاهرة الممنوعة تماما. السدود البرك أغلبها هي في البرك والحواجز المائية، ثم تأتي السدود في المرتبة الثانية والأحواض والمسابح، ثم البحيرات والأودية. الناس تعرف بلي كل سنة المجمعات المائية لا يقل عن 100 وفاة في 4 أشهر. هذا الرقم نحن نعمل على تخفيضه بالتحسيس والتوعية. زيد لك الوفيات، إذا كان عندك وفاة في مجمعات وبرك مائية غالبا ما تكون 2 3 4 5 6. لما يغرق واحد يحبوا صحابه يسلكوه يكون 2 3 4 وفيات يعني في وقت واحد. السنة الماضية سجلنا عدد الوفيات على مستوى المجمعات المائية أكثر من على الشواطئ رغم خطورتها. سنؤكد هذه السنة من خلال عملية تحسيس توعوية من أجل توعية مواطنينا خاصة الشباب على ضرورة تفادي السباحة على مستوى المجمعات يعني المائية لأنها خطيرة جدا. سلسلة حوادث الوديان والبرك المائية التي لطالما تحولت إلى محج لأطفال الأرياف والمناطق النائية لا تزال تحدق بحياة أبنائنا في ظل افتقاد أغلب الأطفال للإمكانيات المادية التي تسمح لهم بزيارة مختلف الشواطئ والتمتع بزرقة البحر.